من جهتها وصفت الحكومة العراقية الضربات الأمريكية التي استهدفت مقرات للفصائل على الحدود مع سوريا بأنها خرق للسيادة وتقويض للجهود في تحقيق الاستقرار. وقال اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة في بيان أن مدن القائم والمناطق الحدودية العراقية تتعرض إلى ضربات جوية من قبل طائرات الولايات المتحدة الأمريكية، أن هذه الضربات تأتي في وقت يسعى فيه العراق جاهدا لضمان استقرار المنطقة، مبينا أن الضربات تعتبر تهديدا يجر العراق والمنطقة إلى ما لا يحمد عقباه، وأن نتائجه ستكون وخيمة على الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة. Thank you.